السلام عليكم الغزالات الفنات المنورات، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وهذه القراءة ديال الاسبوع الاول من شهر ابريل، وكالعادة غادي نبداو بصاحبة البشرة البيضاء، ثم الحنطية، وبعدها السمراء. ويا ربي تلقاو الإجابة، ولو لبعض الأسئلة اللي تبغيو تعرفوا الإجابة عليها. هذا الفال للأسبوع الأول من شهر أبريل وصاحبة البشرة البيضاء. قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك مغير، مريضة، عيانة، تفكري في صحتك، تفكري في نفسك، في راسك، صحيا، في العمل، في المادة، يعني مشغولة على راسك بصفة عامة. وغادي يجيك او غادي تجيك مكالمة هاتفية انت كتنتظريها في اليوم الثاني، غادي تسمعي او غادي تجيك هاد المكالمة الهاتفية، يعني في اليوم الثاني من الاسبوع الاول. يعني اهتمي بصحتك. كيبان هنا ان البعض منكم هامل صحته، وكيحس بصحته من الدهوره وتعب وعياء، والاغلبيه اللي كيحسوا بهذا التعب والعياء وتدهور في الصحه ديالهم فهي من العين والحسد. عندكم الرجل الابيض كيبغيكم وبزاف، سواء كان زوج او حبيب، وبينك وبينه حاجة كبيرة وحاجة مهمة. الخبر اللي غادي تسمعيه، قلت لك جايك مكالمة هاتفية، فهي بخصوص جوج الارزاق، يعني ماديا غادي تسمعي هذا الخبر الهاتفي، وغادي يقول لك حاجة زوينة بخصوص جوج ديال الأرزاق. وعندك حاجة من البلاد البعيدة، حتى هي غادي تسمعي حاجة من البلاد البعيدة وغادي تعجبك، يعني عندك حاجة من بلاد بعيدة أو مدينة بعيدة، فغادي تسمعي حاجة غادي تفرحك. اللي عندها رجل دراب القلم اللي هو طويل ونحيف وكيستعمل القلم في العمل ديالو، فهو هذا الاسبوع غادي يغدركم او يدير لكم حاجه اللي ما غاديش تعجبكم، فردوا بالكم من هذا الشخص، سواء كان حبيب او كان زوج، فردوا بالكم منه، لانه غادي يكون بيناتكم خلاف او غدر او شي حاجه نقاشات. اما بالنسبه اللي عندها الابيض زوج او حبيب، فبيناتكم حب وود، وعندكم حاجه غادي تفرحوا عليها بجوج، حاجه كبيره غادي تفرحوا عليها بجوج. انت يا المراه البيضاء، يعني في اليوم الثالث غادي تجيك ورقه او رساله او خبر من عند مراه سمراء، خبر زوين. هاد الورقه اللي كتنتظري من عند هاد المراه غاد، او الخبر او رساله او حاجه كتنتظريها من عند هاد المراه السمراء، فغادي توصلك في اليوم الثالث. اللي عندها رجل حنطي، فهو كيبغيك وكيشوف فيك، واخا ما كاينش لقاء بينك وبينه، فهو راه كيفكر فيك وقلبه على زهرك، واخا راكم متباعدين، ولكن كاين واحد الحميميه بيناتكم، كيفكر فيك كيبغيك. قلت له واخا ما كاينش لقاء، راه كيبغيك وكيشوف لك لزهرك، كيشوف لك لحدك، هو ده كاين هنا. وهنا اللي كتنتظر حمل او ولادة، فقريبا غادي تسمع خبر غيعجبها،
البعض منكم يعني غادي تسمع ممكن كديري علاجات او كتعالجي راسك او سواء شعبي او عند الطبيب، فغادي تسمعي خبر في هذا الاسبوع بخصوص حمل، وكاين اللي غادي يكون عندها ولادة في هذا الشهر، واللي كانت عندها ولادة سواء في هذا الاسبوع الاول او في هذا الشهر، فهاد الابن ولا هاد الابنة اللي غادي تزاد غادي يكون عندها شأن كبير 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 بزاف في الحياة ديالو، غادي تولد شي الولد المولود غادي يكون مرزاق، غادي يكون سعيد في حياته هاد المولود هذا. اللي عندها شخص أسمر ف إذا كان زوج فهو كيبغيها وكيبغي البيت ديالو، ولكن هذا الأسبوع كاين شوي نقاش بيناتكم، كاين تنافر، ما كاينش تقارب بيناتكم، يعني كاين واحد البعد بيناتكم، واخا هو كاين في البيت ولكن كاين نقاش، كاين بعد، وحتى بالنسبة اللي عندها حبيب فواخا كيبغيك غادي يكون واحد يعني ما غاديش يكون بيناتكم هضره وكلام، غادي يكون واحد لا انت يا مهتمه ولا هو مهتم، واخا داكشي عندك مع هذا الشخص محظوظه انت مع هذا الشخص، غير هو في هذا الاسبوع غادي يكون بيناتكم واحد البعد، ومن بعد غادي تكون عندكم رجوع وغادي تحيا العلاقه ديالكم، وغادي تكون بيناتكم فرحه وسعاده، واللي كتنتظر هاد السمر يهضر لها في الزواج او فهو غادي يهضر معاك في الزواج، خصوصا كيبان هنا شهر خمسة هاد الشخص باغي الحلال وكيبغيكم وباغي المعقول ونيته صافية. حاليا هاد الاسبوع علاش غادي يكون بيناتكم فتور وما غاديش يكون بيناتكم تقارب ولا هضرة، هو عنده مشكل بخصوص طبلة المخزن، او عنده مشكل عائلي مع الام ديالو او الوالدين ديالو، عنده مشكل هو اللي غادي يكون شاغلو، يعني ماشي انتوما هما المشكل او ما كيبغيكمش او عندكم خلاف معاه، ولكن هو عنده مشكل ديالو هو اللي خليه انه ما يتصلش بكم. وهنا قلت عندكم جوج الارزاق غادي تسمعوا عليها خبر، واللي كتنتظر خبر من بلاد بعيد فغادي يجيها خبر ومفرح. وقلت لي عندها الحنطي فهو كيبغيك وقلبه على ظهرك، واخا انكم متباعدين او ما كتشوفوش فهو لا يعني انه ما كيبغيكش، فهو كيبغيك وكيفكر فيك. واللي عندها الزوج او الحبيب بيض فهو راه قريب ليك وراكم في امان الله وحفظه، الحب علاقات ايجابيه زوينه بينك وبينه، حاجه ثقيله غادي تفرحوا عليها. وكاين عندك البعض منكم كاينه امراه سمراء غادي تقول لك خبر او غادي تجيك من عندها رساله او ورقه غادي تكون ايجابيه. هذا ما قالت القراءه بالنسبه لصاحبه البشره البيضاء بالنسبه للاسبوع الاول من شهر ابريل. ودابا نشوفوا صاحبه البشره الحنطيه والحظ ديالها بالنسبه للاسبوع الاول من شهر ابريل. فانا كنغمس الكارطه، طارت لكم جوج الاوراق، يعني انتي يا صاحبه البشره الحنطيه اللي عندهم الحبيب اجنبي او في بلاد بعيده ولون بشرته حنطي فانتظروا خبر ايجابي من عنده، يعني راه مزيان هذا الشخص وعندكم ايجابيات معاه، او اللي هي في بلاد بعيده او كتسنى خبر من بلاد بعيده فغادي يوصلك خبر ايجابي. هذا الفال ديال الحنطيه، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك على شباب صغير او غايب او حد جديد، تفكري في حاجه كبيره او حاجه قيمه وغادي توصلك رساله او عندك حصول على ورقه او عقود غادي تمضيها. اللي كتفكر برجل حنطي مدة هادي ما شفتوش، يعني غايب مدة طويلة، فغادي تسمعي من عنده خبر
زوين وغادي يفرحك. واللي كتنتظر رجل حنطي يقول لها على الزواج او خطوبة، او هي يعني كانت كتقول ان هذا السيد غير كيتسلى ولا، فلا، اللي هي عندها رجل حنطي فباغي الحلال وباغي الزواج وكيفكر لك في بيت الفراش ديالك. عندك شي حاجة من البلاد البعيدة، او انتي مازال كتفكري تمشي البلاد البعيدة؟ مازال غادي تسهل لك في البلاد البعيدة. اللي عندها رجل أسمر فهو كذلك مزيان، باغي الحلال، رجل صادق، نيته صافية، كله إيجابيات، ولكن عليه العين. والبنات اللي كينتظروا خطوبة أو زواج من رجل أسمر هما معاه، فاللي ما كيخليهش يوصل هو العين والحسد، ولكن رغم ذلك مازال غادي تكون معاه حاجات زوينة مع هذا الرجل الأسمر. انتي المرأة الحنطية حياتك العاطفية في هذا الأسبوع مزيانة إيجابية، عندك كتقومي بتغييرات أو شي حاجة في البيت كديري، ممكن تجددي في البيت او كتغيري الاثاث ديال البيت، او انتي كتجددي من نفسك، يمكن باغيه تغيري الشكل ديالك او مكياج او اللبس او طريقه الحكي ديالك كتغيريها. المهم كتغيري شي حاجه في الاسلوب ديال الحياه ديالك او في حالتك انتي الشخصيه، باغيه انك تغيريها. البعض منكم كاين عليه طاقة سلبية من امرأة سمراء وكتأثر عليكم بزاف يعني، وهاد المرأة السمراء يعني هي في أغلب الأحيان غادي تكون صديقة أو وحدة معك في العمل، فكدير لك طاقة سلبية وبزاف، وغادي تحسي بالأعراض ديالها، يعني غتحسي بآلام في الرأس، على الكتفين، بعض منكم يعني عنده هذه الطاقة السلبية. واللي عندها رجل أبيض فهو كيبغيك، اللي هو كان غايب راه كاين رجوع، حتى اللي مطلقات وكان عندهم زوج أبيض فهنا كاين نسبة الرجوع محتملة. هذا ما كان ده. أما اللي عندها الحين، اللي عندها رجل أبيض وطويل نحيف اللي كي يستعمل القلم في العمل ديالو، فكاين بعد، عدم اهتمام، يعني بعيد عليك، ما مهتمش بيك، يعني كأنه ما كتعني ليهش هاد الأسبوع، يعني مشغول، مشغول غير مع الحاجات ديالو الخاصة. أما اللي قلت لي عندها الحنطي، ولو أنه يكون بعيد في بلاد بعيدة أو بعيد عليها، ولكني هو قلبه عليها وغادي يفتحها في موضوع الزواج. وكذلك حتى الأسمر راه مزيان وباغي الحلال وغادي يفتحك حتى هو في الزواج. وكاين المرأة اللي سمراء اللي كدير لك أعمال السحر، وأعمال أنها كترجع عليك وعلى صحتك، وحالتك العاطفية في هذا الأسبوع مزيانة. وعندك شي حاجة من البلاد البعيدة، عندك شي حاجة في البلاد البعيدة؟ واللي عندها رجل أبيض وكانت مطلقة فكاين رجوع، اللي عندها حبيب أبيض وكانوا مخاصمين فكاين رجوع وغادي يهضر معاك في هذا الأسبوع هذا. كانت هذه القراءة بالنسبة لصاحبة البشرة الحنطية للأسبوع الأول من شهر أبريل، ونشوفوا صاحبة البشرة السمراء والحظ ديالها أو الفال ديالها في الأسبوع الأول من شهر أبريل. هذا الفال ديال صاحبة البشرة السمراء للأسبوع الأول من شهر أبريل. إن شاء الله يكون الفال ديالك زوين وخير، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله.
قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على دراب القلم، تفكيرك في ورقة أو عقد، وغادي تجيك هدية كبيرة أو عندك رزقة كبيرة. غادي تشوفي هاد دراب القلم، او غادي تهضري معاه بخصوص حاجة ثقيلة، ممكن يكون طبيب، وغادي تهضري معاه بخصوص الحمل ديالك الا كنتي متزوجة. اللي عندها رجل اسمر او حنطي فكاين حب، اللي عندها رجل اسمر فهو هاد الاسمر عنده ارزاق كبيره، وبيناتكم حب وتغيير الاحسن، يعني كانه هاد الاسمر كنتو معاه في خلاف وكان غير نتيجه عن العين والحسد، ولكن في هاد الاسبوع غادي يكون بيناتكم حب وود واتصالات وتعبير عن الحب ديالو، وهو عنده داخلينو ارزاق كثيره، وغادي تجيك هديه من عنده. انتي بالنسبه للعمل ديالك كيبان هنا عندك طاقات سلبيه بخصوص العمل ديالك، او عندك عكوسات بخصوص شيء اداري او محكمه. اللي عندها الحبيب او الزوج حنطي فكاين بيناتكم شويه ديال المشاكل، او هو غادي يكون مريض او عيان، والبعض منكم غادي تكون عندها خطوبه، ما غادي تكون عندها خطوبه، عندها حظ غادي يكون عندها زواج او خطوبه او مناسبه غادي تفرح عليها. البعض منكم عنده مكالمه هاتفيه من عند هاد دراب القلم، يعني غادي يكون عندك مكالمه هاتفيه. ممكن اللي هما كينتظروا حمل او كيمشيو عند الطبيب فغادي يقول لهم خبر بخصوص هاد الحمل. وكاين البعض منكم اللي عندها حبيب كيستعمل القلم في العمل ديالو، هو طويل وابيض ونحيف، غادي يقول لها خبر ما غادش يعجبها وغادي يقلقها. والبعض منكم غادي يكون عنده خطوبه او اعلان، انه غادي يعلن لها الحبيب ديالها بخطوبه وغادي يقول لها باغي يتزوجها. وكاين اللي عندها هذا الحنطي مريض، او غادي يكون بيناتهم خصومه او تباعد، واخا هو كيبغيها ولكن هاد الفتره غادي يكون بيناتهم تباعد، هو كيبغيك ولكن بيناتكم تباعد او خصام. واللي عندها رجل ابيض فهو كيبغيك كيفكر فيك، واخا نتوما يعني واحد رد على الاخر بالظهر، واخا داكشي كاين حب. واللي عندها زوج ابيض فهو كيبغيك وكيبغي البيت ديالو. انت هنا رد عليه بالظهر، اللي مزوجه تردين بالظهر كانه ما كيصرفش، كانك كتقولي انه بخيل، يعني من الناحيه الماديه انك انت زعفانه عليه. واللي هي عزباء فالرجل الابيض غيقول لك خبر وغادي تفرحي عليه. وهذا ما كان بالنسبه للمراه السمراء. اذا قلنا المراه السمراء اللي عندها رجل سمر فهو كيبغيها، وكاين تحسن في العلاقه للاحسن التغيير، وغتحسي به كيقول لك هضره ما كانش كيقولها لك، وغادي يعبر على الحب ديالو، وهو جايته ارزاق كبيره. وكذلك حتى انت غادي يكون عندك حظوظ عاطفيه كبيره، وانت مع هذا الاسمر كانت عليكم العين وكان عليكم الحسد، وكنتو كتعصبوا بيناتكم، ولكن هنا كيبان بانه كاين تغيير للاحسن وللايجابي. واللي عندها الحنطي فهو كيبغيها وكيشوف البيت الفراش ديالها. وكاينه مرأة اللي ما باغياكش، هاد المرأة ممكن اختو او الام ديالو ما باغياكش وكتحرضو انه يتفارق معاك، وهو مريض او مغير، او غادي تسمعي من عنده كلام
ما غاديش يعجبك. وكاين البعض منكم اللي غادي تكون عندها اعلان خطوبه او الحبيب ديالها غادي يبشرها بهذا الخبر هذا، وكاين اللي غادي تسمع خبر من عند الحبيب ديالها او الزوج ديالها هذا اللي هو طويل ونحيف وكيستعمل وابيض وكيستعمل القلم في العمل ديالو، غادي تسمع من عنده مكالمه هاتفيه ما غاديش تعجبها، غادي يقول لها خبر ما غاديش يعجبها. وكاين البعض منكم اللي عنده عكوسات بخصوص مسائل اداريه او بخصوص العمل ديالها، واللي عندها الزوج او الحبيب ابيض، فقلنا اللي عندها الزوج فهي متخاصمه معاه وردت عليه بالظهر لانه ماديا ما عجبهاش الحال، كانه ما كيصرفش او ما كيتهلاش فيها او الحاله الماديه ديالو ضعيفه فهي تقلبات عليه. واللي عندها الحبيب ابيض فهو هنا كيشوف لها وغادي يقول لها خبر غادي تفرح عليه. وهذا ما كان، هادشي اللي كان واضح. وشكرا، وكنتمنى تكون القراءة عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله في القراءة ديال الاسبوع الثاني. شكرا لكم، تهلاو في راسكم، وباي باي.